تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش في عدد من المواقع هنا في جبهة القبيطة في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة لحج. التقدم جاء على إثر هجمات عنيفة شنها أفراد الجيش الوطني على عدد من مواقع تمركز الميليشيات، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات واستعادة عدد من المواقع وسط مديرية القبيطة، أبرزها جبل كوكب وجبل الكرب. تقدمت اليوم القوات إلى نجد قفيل وإلى التبة الطويلة وإلى تباب الكرب وتباب الكوكب، وهناك مجاميع أيضا تناوش باتجاه جبل جالس لغرض تحريره، كونه جبل جالس أصبح رمز يمثل القبيطة واليمن. وفي الجهة الغربية للقبيطة نفذت قوات الجيش والمقاومة من جبهة شعب هجوما عنيفا استهدفت مواقع الانقلابيين في منطقة الأيفوع وجبل القبع وجبل جالس لتضييق الخناق على مقاتلي الميليشيات التي بدورها عمدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى زراعة العشرات من الألغام والعبوات الناسفة في عدد من القرى والمواقع. تم زراعة مجموعة كبيرة من الألغام في أكثر من تباب، بالأخص في الطريق، في الطريق الواصل والرابط ما بين الحلاقيم ونجد قفيل. والغرض من هذا زي ما قلت لك الأغلب أنها تخص المواطنين وتضر المواطنين أكثر مما تضر غيرهم. لم يأتي التحشيد العسكري للجيش في جبهة القبيطة هذا لمجرد استعادة بعض المواقع، بل أتى وفق عملية عسكرية مدروسة كما تقول بعض المصادر الميدانية في الجبهة، ويهدف إلى الوصول إلى جبل جالس الاستراتيجي واستعادته وتحرير ما تبقى من مواقع أخرى، كما يأتي الاستعداد العسكري أيضا توازيا مع عملية عسكرية أخرى تخوضها قوات الجيش في جبهة كرش والشريجة استطاعت من خلالها تحقيق تقدم ميداني مهم في أطراف مديريتي ماوية وخدير شرقي محافظة تعز.